طلع وقال سحبنا السلاح والسلاح حي اطلاق رصاص حي 24 ساعة ولحد 3 بالليل البارحة اطلاق نار حي انفور وامسك السين وكلاشينكوف وهاي رجلي مضروبة ها اطلع لك اياها البارحة بالليل الساعة بثلاثة ها ميليشيات ايران من قائد عمليات بغداد من قائد عمليات بغداد قال سحبنا السلاح كذاب كذاب هاي كذاب خوش طلع على 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 قناه على قناه وقال انا ساحب السلاح كذاب كذاب انا مسؤول على كلامي كذاب ما ساحب سلاحهم حي ويضربون على المتظاهرين يقول هاي المتظاهرين المغاوير يقول ايها المتظاهرين ذولي للجسمة المشاغبين لا احنا لساحة التحرير انضربنا ما يخلونا نوصل لساحة التحرير احنا نتناوب نتناوب اكو عالم ترجع واكو عالم تجي احنا اي احنا اللي احنا نجي دعم لساحة التحرير ضربونا عادل عبد المهدي يطلع ذاك اليوم يقول لا عاد احنا بحالة دفاع هاي الحالة ما دفاع ماتي زين انا سواها بحارتي شوف شو يسوي بالعالم انا احكي وياك سايق تكتك انا الباح اكثر من 8 حالات ذاب بس اني بس اني الشايل غير ايش قلت له الشايلين او المرور هذا حد لا يوقف يطبون لي جوا يرمون علي من ورا الصبات يطبون علي من الفروع يضربون بالعالم هاي العالم كلها مضبره وكلها ملفلفه الكوادر الطبيه الكوادر الطبيه يطبون هنا وخايفين يجيهم على قلوبهم ساعه يركضون ساعه يعالجون بالعالم ما يعرفون شو يسوون والحل شنو احنا ما ندري شنو الحل ومستمرين اسبوعين وثلاثه وسنه لا عبالهم المل وصالح الوقت صالح الوقت ويانا الوقت ويانا والله ويانا واهل البيت ويانا ومصورين ان شاء الله التدخلات الايرانيه وميليشيات ايران بقمعنا وكلا للتدخلات الامريكيه بركوب الموجه فلنقول لهم ثورتنا عراقيه بحته لا شرقيه ولا غربيه وشكرا السيد قائد عمليات بغداد حكيكم كله كذب بكذب بكذب والدليل لما تقول يعني المسلمين تقول ليحرقون البنايات هذا ساحة الخلاني قبل 3 أيام كانت بيد المتظاهرين وينامون جوا الدوائر باب الدوائر ينامون لا احترقت الدائرة لا احترق محل من استلموها الشغب احترقت الدوائر اذا هذول يا سيد قائد عمليات بغداد خارج السلطة مالتك هذول ميليشيات هذول مندسين عليك يسوون مجابهة بين المتظاهرين وبينكم فانتم ميليشيات هذول مو شغب اطلاقا الشغب اللي معروف عنه منضبطين واقفين خطوات هذول ناس يعني همج ما نعرف منين ما منين فهذول اللي قتلتهم المظاهرين تقول رصاص
رصاص حي ماكو تكذب، هذا رصاص الحي موجود والقنابل موجودة وجرحى اكو شهود. زين، قمع التظاهرات لحد الآن 400 متظاهر خطفوه، 400 متظاهر، خلي يسمع العالم كله، أخافهم أصحاب مردانهم، 400 متظاهر من ساعة التحرير خذوهم. زين، فكافي كذب. السلام عليكم، أنا طالب مدرسة إعدادية، أنا طالب مدرسة إعدادية صف السادس. شنو احنا نطب هناك؟ نريد نطلع نروح للظهر يضربونا بالعود، المدراء يضربونا بالعود يقولون لا تطلعون تظاهروا. شنو احنا نروح للتربيه، يقولون احنا ما لنا شغله. شنو هاي؟ وين ما نروح يقولون ما لنا شغله. احنا رحنا للتربيه، طبينا لهم جوا، اعطونا كتاب عود، قالوا لنا باكر تعالوا. شنو؟ ماكو هيك، والله العظيم ماكو هيك. واقفين هنا الشغف سعده فوق الصبار، ضربوا هاي العماره. قلنا لهم ليش؟ كانوا يقولوا انتم افشار، يعني لبالكم على خواتنا وامهاتنا. الشغف احنا لا مبشرين، احنا لا مجوزي عليهم، احنا على الخلق شايلين ثلاثه، شايلين على العراق اول شيء ومغذي وبيبسي. خلي ببالك كيفك يا عباس، يعني قام حتى هاي ماتش لابس عذبونا. احنا شنو؟ احنا مو عراقيين؟ بس دعف، احنا مو عراقيين. عم اخذوا العراق، اخذوه ما نريده، والله ما نريده، اخذوه ملينا، احنا ملينا ما نريد، والله ملينا. يعني الله اكبر، الله والله تعبنا. انا صراحه على نفسي شغل ماكو، اكل ماكو، شرب ماكو. يعني انا شاب هاك باوع، انا شاب هاي ملكيتي وحقهم مني، هاي ملكيتي، ثق بالقران. بعد لاكو عماري، لاكو شيء. كيفك يا عباس؟ ليش ما استلمه؟ وحق فلوس ما عاد اسمه عاد بنزين، على اجيب اسمه حليب، اسمه حليب وحفاضات. ثق بالقران. بعد تعيين ما كهرباء يجي 40 وحقهم بين خلاص، هذا انهيار عصبي مليانه. السلام السلام عليكم. رسالتين من خلال الكاميرا الموقره، خلال القناه الموقره. الأولى إلى عبد الكريم خلف، يعني أنت ما نعرف شنو، من شنت من شنت خارج الحكومة أنت مع المتظاهرين، جيت والحكومة ضد المتظاهرين. كافي لعب على الوتر، كافي، ترى الناس كلها تعرف، الناس كلها بالسبحة وبالعلم، وكلها شباب العراق من 13 سنة 14 15 سنة، وهاي قوات الشغب كلها بديكم. أنت هسه دخلت القائمة، فعلى حذر. هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية على رؤساء العشائر الكرام، احنا نريد حضوركم هنا، انتم مو تروحون تطبخون الحسين هنا، الحسين تعالوا هنا الكربلاء. صارت عشرات الجرحى، مئات القتلى، كلها هذول اطفالكم، ما اسكن من ضمير. السلام عليكم. على سيد مقتدى الصدر يرضى على هاي الشغب يضربون على الشهداء، والله عيب عليك، عيب عليك. الا تجي على الخامنئي احكي وياه، خلي الشغب يسحبهم. احنا ما عندنا لا اسلحه، بس علم الله اكبر. يا سيد مقتدى، انا هاي جرحه هواي، راحوا جرحه، هاي الكربلاء والنجف كل محافظات راحوا. ترفعها يا سيد، الله ما يرفعها عليه. اعطي معلومات الخامنئي، خلي يسحب الجيش مراته، وممنوع يطب سعد الدحرير، احنا موجودين هنا. وشي طبيب اسنان زين حطوا جماعه مستصلية، كنا بسبب يقولون انتم ليش تطلعوا متظاهرين؟ انه عم شوف طلعنا متظاهرين، حطونا طونا فصل، فصلونا زين، وانا مضروب هنا طلق حي، هاي طلقه زين. قسم بذات الله انا ما اريد كل شيء، لا اريد عمي دوام ولا اريد شيء، بس جاي اداعي بدم هاي الشهداء، وجاي اداعي هذول الورد اللي اخذوهم، بح اخذوا اثنين والله، اخذوه زين. ما اريد عمي كل شيء، والله اني ما اريد عمي، حتى مادكات دكتوراه كل شيء ما اريد، انا شهادتي متنازل منها، ما اريد، اريد بس هاي ذكر دم الشهداء. شنو ذا مبخي؟ شنو ذا عمر الورد؟ والله نص ما متزوجين، ما تعرف شنو السبب صار بيهم زين. انت شوف الشباب كلها جاي تروح، ليش؟ الله اكبر عليكم، ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه المظاهرات التي تقام، ألا تعرف بأنها الدولة، بأن هذه الموضوع المظاهرات ما هي نوعها؟ ألا تعرف؟
بأن هذه المظاهرات ما هي شكلها ونوعيها؟ هذه المظاهرات هؤلاء الشباب يريدون وطن، وهذه الحكومة والله والله ما أعرف ما أعبر عنها حقيقة. بالنسبة للمظاهرات، هذه المظاهرات من صفحة الخلاني الشباب يقتلون ويضربونهم بالمسيلات الدموع، هذا من صفحة الخلاني. وإما الحكومة تعرف الشباب ما يريدون، يصدرون النفط ويستوردون لنا اللبن، هذا أولا. زين، لا يوجد مصانع ولا يوجد مزارع وتوجد الزراعة ولا يوجد التعليم. هل التعليم بفلوس بخمس ملايين وأربع ملايين لشبابنا وأولادنا؟ خمس ملايين وأربع ملايين وثلاثة ملايين. هل التقاعد اللي صار لأربعين 40 سنة وثلاثين سنة بالتقاعد يقبض له 400 ألف وابو النواب يقبض له 8 ملايين و9 ملايين؟ يا أخي هذا يا طعم يعني ما يشبع. يضربون المسيلات الدموع وتخذ من الشبابيك من البناء على البنايات اللي موجودة في الشارع في الخلاني، يضربونها في المسيلات الدموع. وها هل تنظر كن أنت تصور هذه المسيلات، بس ما يخلونك تصور المسيلات الدموع، ويضربون بالخرز. كل الكرنفال العراقي خرج بمظاهرات من أجل إلغاء الطبقة السياسية. الطبقة السياسية من 2003 إلى 2015، ما نقول 17 ولا 18، صرفوا تريليون دولار تعادل ربع الموازنة الأمريكية. ماذا حصل الشعب العراقي؟ هل تم بناء المدارس؟ هل تم بناء المستشفيات؟ هل تم بناء ناطحات السحاب؟ هل تم بناء واقع زراعي، واقع صناعي يخدم الشعب العراقي؟ هل تم توظيف جيش الخريجين اللي يحملون شهادات وهم قاعدين على الأرصفة؟ هل تم بناء استثمار وبناء وإعمار؟ كلا، تريليون دولار صرفوا خلال فترة 10 سنين. ماذا تحقق للشعب العراقي؟ مطالب الكرنفال العراقي، إلغاء المحاصصة السياسية وتشكيل حكم رئاسي، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة وخلال فترة 3 أشهر تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أجل بناء دولة عراقية تؤمن بمشروع يخدم كل ألوان وطبقات المجتمع العراقي. إذن مطالب الشعب العراقي وهو مصدر السلطات ومصدر القانون، مطالب هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإلغاء نظام المحاصصة وتشكيل حكم رئاسي مع إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي بإشراف دولي من أجل بناء مشروع يخدم الشعب العراقي. الحكومة لا تستطيع فض هذه الاعتصامات لأن المظاهرات تمتلك مواصفات واجب وطني وتمتلك مواصفات واجب شرعي. وكل الكرنفال العراقي خرج من مظاهرات من أجل التغيير، أما الحكومة تحاول فض المظاهرات وفض واقع التغيير لأن امتيازات الكتل ومصالح الكتل تحاول بقاء الواقع الفاسد على حساب بناء مشروع يخدم الشعب العراقي. إذن المتضررين من المظاهرات لأن مطالب الكتل السياسية التغيير ثم التغيير ثم التغيير، لكن الكتل المنطوية تحت البرلمان ترفض التغيير. إذن البرلمان يرفض التغيير ويرفض تغيير الدستور ويرفض تشكيل انتخابات مبكرة ويرفض إجراء إنقاذ حكومة وطنية. إذن الحل الوحيد الحل الوحيد الرجوع إلى الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي هو مصدر السلطات ومصدر القانون وهو اللي يقرر بإلغاء البرلمان الفاسد وكذلك تشكيل حكومة تستطيع تمتلك بناء وقرار يخدم الشعب العراقي. اسمعني، موتون تموت وراح اراويك.
تموت موتوني، قام يا علي اسعد لي موتني، نزلونا على الدرج باسم العباس، نطيح الف نجي الف، خلنا اقول لهم يعني نطيح الف نجي الف، حقوقنا صار لهم من 2003 لحد الان ياكلون بينا. على المغذي مخلينا، على المغذي، يا اهلي جينا يدمغنا، يا اهلي جينا يدمغنا، ملينا تعبنا، ناس عماله، هاي الشباب كلها عماله، هاي الشباب كلها عماله تعبتها، ما سووا صورة حل، احنا راح نسوي صورة حل، وباقي الدول تقول زلم البوبجي، زلم البوبجي راح يسوي دولة. حق النفط وينه؟ مو من ضمن الدستور مشروع؟ حق النفط مال الشعب العراقي المفروض تنقرونه، انت لا تحققت مشروع النفط للمواطن العراقي، بعد المواطن العراقي يفكر بعيشه، يفكر بتعب، يفكر بعماله، يفكر بغير شيء، ليش يشتم؟ 16 سنه صار لكم كل شيء ما وفرت العالم، شوارع محفره، تعيين لو جيش، لو شرطي، لو زباله، والشرطي بفلوس يتعين، ما يتعين ببلاش، ولو عن طريق الاحزاب وواسطات، شنو سووا للشعب؟ كل شيء ما قدموه. الشعب كثير جوع، ضيم، يعني العالم تعبت، العالم تأذت، فقر وجوع وبهذلة وعيشة ماكو. زين هذا شو يسوي بعد؟ شو يطلع شو يسوي؟ في الطريق طعمه هات في سبيل يحقق شيء؟ حسيتوا ذبوا المتظاهرين طول حقوقهم. الشعب كله تعبان عمي، كل شيء ما قدموا للشعب. المرجعية جاءت على المظاهرات ليش؟ دعموهم الحمد لله والشكر. المظاهرات سلمية والمظاهر طالع ما عنده غير بس العلم العراقي. غير العلم العراقي هو اللي داي ظهر به، هو هذا سلاحنا العلم العراقي فقط، غير العلم العراقي ماكو. اما البنايه هم اللي حرقوها، ضربوها بالقنابل الدخانيه، هاي امكانيه عمك واحد ايش كان يحرق العماره؟ ايش عندي انا؟ عندي جداحه باك جاير اخوي. احنا مدينه الطب عدم تخثر بالدم، يعني الا علاج يلا اساني مصاب برجلي، قطعوا علينا العلاج، لا علاج، فاكتر عامل التاسع وفاكتر عامل الثامن، أكثر من 1000 شخص بهاي الحالة، قطعوا علينا الكل مع الكلية. يعني نطلب من عندكم توصلون صوتنا بصورة صحيحة، رحمة على والديك، لأن لاكو علاج، لاكو شيء. سلمية الله وكيلك سلمية، إحنا طالعين، إحنا طالعين سلمية، إحنا محافظات جينا ويا أخوتنا هنا. عمي ما نريد شيء، نريد وطن، نريد حرية، كل شيء ما نريد، ملينا عمي، الله وكيلك ملينا، تعبنا. يعني وصلوا صوتنا، رحمة على والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نهنيكم، اجيت بالمظاهرات وشفت العالم اليوم، خاصه اذوا العالم، اذوا العالم حين شنو ذنب هاي العالم الجاي تروح؟ شنو هاي الابرياء؟ انا طالع كفيلك، انا يجوز انا احسن من غيري، بس جابتنا الغيره، جابتنا الغيره، وهاي العالم تعبت وتاذت كلش كلش تاذت. روح بعينك وشوف انت، شوف شنو 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 قضيه العالم هاي. الى متى احنا نضل؟ الى متى تعبنا وتعبت نفس؟ انا مواليد 98، اتمنى هسه اموت الله وكله. ليش تعبنا؟ تعبنا شبابنا قامت، يعني امانه الله لا تقطع التصوير، الله شاهد شبابنا طلعت من الطريق، شبابنا تعبت، شبابنا يعني مأساة، عشنا مأساة. يعني انا جاي اقول لك مواليد 98، اقول لكم اليوم اموت قبل باكر. هذا الطفل شنو ذا الناس الماضي؟ يعني هسه طفل، والله العظيم طفل، يعني يضربونه، والله ما نقدر نحكي لان ملينا تعبنا. والله احنا مطالبنا واضحه وما يحتاج لها العنف هذا اللي يستخدمونه ويانا، وماكو فد شيء احنا جاي نشوفه خارج عن القانون ونستاهل هذا العذاب اللي جاي يسوونه بينا. ابسط شيء، احنا ما عايشين مثل الدول، شنو الشيء اللي عايشينه؟ قلنا شنو الحقوق اللي مطينا اياه؟ كفيلك الله عايفين اعمالنا وشغلنا وعايفين عيالنا جايين هنا لجد. ما نريد شيء عم، نريد وطن، وطن لا اكثر ولا اقل. يعني العالم نعيش شلون نريد تعيش الدول؟ احنا نريد نعيش حالنا من حالها. شنو الشيء الصعب؟ يوميه جاي المحلل السياسي يطلع والمدرياه يطلع وهم ما يستمعوننا، ضاربيننا بعرض الحائط. احنا اليوم صارنا يمكن حوالي 6 أيام 7 أيام على هالحطه هاي، نروح الصبح اللي هم لعتهم ماكو غيره اللي من فوق العماير ويضربون بينا والطلق الحي بشرفك. يا مسؤول يقبل يضرب متظاهر بطلق الحي واحنا ناس بطرق روحنا، وعدل كمامه ويانا، بس هاي الكمامه شنو ذنبنا؟ احنا شنو اللي سويناه؟
نريد نعرف احنا شو اللي سويناه عمود نستاهل هيك يصير بينا. قل لي اكو احنا فتشي مسوينه غلط عمود، هم هيك هالاعتداء هذا علينا، وهل جاي يشوفه بعينك شوف هاي الجرحى وهاي العالم. اليوم احنا هسه واحد ضربوه بوجهه ها، واحنا ماخذينه بدينا للكندي تصلخ وجه صلوخ، ليش؟ هو شاب يريد يعيش، جاي يقول لك انا اريد اعيش لا اكثر ولا اقل، بس حاله المعيشيه. يعني هاي تشوفونها صعبه عليكم؟ اذا تشوفونها احنا صعبه عمي عارفينها لكم. شهداء اكو، جرحى اكو، اهانه للمتظاهر اكو، احترام ماكو، وماكو شغب. اي شغب ماكو، الشغب الاحزاب، تجهيزات الشغب، اي شغب ماكو. يقول لك شغب قل له لا، الاحزاب وقسم منهم لزمناهم هوياتهم، هوياتهم لزموها بديهم زين، وقام يتجاوزون مراحل مراحل، يعني وصلوا نهاية النفق، عبروا حدودهم اللي مرسومة لهم. والله 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 ماكو متظاهر تجاوز على شخص أو بناية أو مكان للدولة أو لل محلات. هاي قنابر هم جاي يضربونها بالنسبة للعمارة اللي احترقت، ما المتظاهر ما يشمر له نار على رابع طابق يحرقه، برابع طابق وما فوق احترقت، لو محترقة من جوا نقول بيها مجال، قنبرة دخانية ضربت الشباك ودخلت البناية، احنا نباوع عليها، فما يذبونها علينا هذا ثوبهم. احنا ما عندنا مطالب وياهم، اي مطلب ماكو، احنا بلد محتل نريد نطلع المحتل لا اكثر ولا اقل. الحكومة ما تفض هاي المظاهرات لان عتم غاية بيها، عتم غاية بيها. الشعب والمتظاهرين من ضمن الشعب يردون الحل، ناس مجاعة، مصرف ما عتهم، الآجار متعبهم، العيشة متعبتهم، خلي يرجعون العمايمهم، خلي يرجعون العمامهم إيران، منين اجوا يرجعون العمامهم؟ هذا بلد العراق، هذا بلد الرشيد، بغداد قلعة الأسود، وانتم اشباه من قلعة الأسود. اكو شهداء واكو جرحى موجودين، حتى انت اسمح لي، حتى طلعنا ريح علينا، اسمح لي، احنا ما نايمين من البارحة واليوم، احنا ما نايمين هنا. اي بابا رمي يعني دخانية، يعني حتى حروق حرقونا، قناص يشتغل علينا بالعمارة ذاك. يعني انت شلون تعقلها، انت شلون تعقلها رابع طابق يجي مظاهر يضربها، شلون تعقلها؟ وهي باتجاه باتجاه هم هاي طابق سادس يجي مظاهر من عندنا، هي باتجاههم مو باتجاه المظاهرين. سادس يجي مظاهر من عندنا يضربني فوق، اكو ايش حكي؟ انت تباوع كم باية؟ وما عرقوها. استاذ بشارع الرشيد البارحة ضربونا قنابل دخانية وقعت بمحل، فجماعتنا ركضوا على المحل يطفونه، مقفول ما قدروا خطيه، اخير شيء توازوا يكسرون القفل في سبيل يطفونه، والله طلعوا المحترقات والزينات خلوا لي على صفحه جماعتنا، والمحل موجود هسه. واكثر شيء قام يضربون للمحلات ويصيح بالسماعه ها احرقتوهن، يضربه يحرقه ويقول ها احرقتوهن، يعني هاي شغلاتهم. وصلت اليوم الحكومه العراقيه ليش تريد فض الاعتصامات؟ تريد فض، ما يجوز، ما تنفض الاعتصامات، ما تنفض الاعتصامات، ما تنفض، لو نروح كنا ما تفض، احنا باقين، اعطينا شهداء واعطينا جرحى، شنو دماهم؟ دماهم هينا علينا، ما نروح، ما نروح، بكيفهم يحجون هم؟ هذا كلامهم هوان في شبك، هنا اسبانيا راحوا، وهناك وهناك سته. اي 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 هسه جا اكو شهيد عندنا، يعني تصور شوف مخه واقع كله، صار له 12 يوم ما مستشهد، اليوم شيعناه، اليوم يلا استشهد، من المستشفى جبناه شيعناه، وقاموا يروحون المدينة الطب، الجريح ياخذونه من هناك، وقاموا يأذون الدكاترة، يقولوا لهم لا تعالجوهم. قاموا يحتقلون بالعالم اللي يجيبون الشهداء والجرحى. وقاموا يعتقلون، وحتى قاموا يجزون على جماعة بتليفونات يصوروهم. طبعا البارحة بالليل هنا بساحة الخلاني، الله يشهد، شفتها بشوف عيني، والله صعد فوق قام يرمي بالبيكيسي. الله يشهد ورسوله، وقام يضربونه غاز مسيل للدموع، ما شايف هيك غاز. ما شايف انا هيك غاز، يعني الغاز يوقع يمك
ثواني ثواني تفقد الوعي فوق الخمس دقائق يلا ترجع لك الحياة من جديد. من غير اللي قاموا يضربوه قام يضربوه هذا مال الأعصاب، وقام يضربون مال شو يصحوا له هذا مال لونها أحمر يصير فلفل بيها، الخضرة مال الأعصاب والحمرة مال فلفل. احنا أدرى احنا إرهابية، احنا داعش، احنا ناس طالعين لهنا طالبين بحقنا، احنا نريد وطننا. اتخذ البوق انطونا وطننا عمي، نريد احنا الوطن مالتنا نريده، يعني ما يصير هيك. دمرونا دمار والله، دمرونا دمار ويومية. وطلع عادل عبد المهدي واحنا راح نشكل لجنة اللي قتلوا المتظاهرين. ليش دا يشكل لجنة؟ اي واحد استجيبه من الشارع يقدر يكشف لك شلون قتلوا. يعني البارحة بثلاثة بالليل استشهد واحد بالخلاني، البارحة بثلاثة بالليل راح اضرب لك مثل استشهد واحد بالخلاني. هذا منين يروحون بالمستشفى يعرفون الوقت اللي انقتل به بيا مكان بالخلاني. تعالوا انتم من بثلاثة على الدواجب، من الشغب، من الطوارئ، من الجيش، اي واحد يجي هم واحد يعترف على الثاني طلع القاتل. انت شنو جايب لجنة هاك؟ شوفه قائد عمليات، صورة 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 صورة، شوفه استاذ العزيز قائد 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 العمليات. استاذ بس خلي احكي بس مرخص. قائد العمليات يقول وايد يعني ضربناهم مال اعصاب ثلاث ساعات اربعة يقوم كشي ما بي شل ثلاث ساعات اربعة يا دفاع. احنا شايلين هسه انا شايل عبوه استاذي، هسه انا شايل عبوه شايل علم عراقي كشي ما شايلين والله. بي كيس رمونه البارحه، بنادق رمونه، موسيل للدموع رمونه، مال تشنج مال اعصاب رمونه، فلفل رمونه، يضربوك فلفل والله من نصبعك لراسك شلون الدود يمشي بجسمه. شو مسوين احنا غير مطالبين بحقنا؟ ما يريدون اخي يشمرونه بغير بلد وخلي ياخذوهم البلد والله.